مات لينا واحد البنت اللي انا عمها بالنسبه للرياليتي، ولكن بالنسبه لي انا هذيك بنتي، تنعتبرها بنتي، باها تعتبرها بحال خوها. انا كونتها، قريتها، مشيت فيها مع ما خلينا شي، كنت مشيت ديتها لبوعرفه، من بوعرفه ديتها لفاس، من فاس ديتها للعيون، من العيون عاد كملت القرايه ديالها هنايا. واش غنقول لك، هي استاذه دابا تكونت هذا العام، ما كنتمنوا فيها شي حاجه كثيره. مسألة ديال التعليم، انا كنت انا في الواحد الوقت ما بغيتش انا كاع تمشي للتعليم، انا عارف التعليم ديال الباديه هذيك، حيت بلادي، هذيك المنطقه بلادي، تنعرف فيها كل شيء، تنعرف المعاناه ديال هذيك المنطقه. كتقري في ايت مزالت، واحد المركزيه ديال ايت مزالت تقريبا، لان تما كاين فيها تقريبا واحد ثلاثه المركزيات في ايت بوليه، جامعه القرويه ديال ايت بوليه، هذيك هو المسقط الراس ديالنا حنا. هي بالنسبه لهذ العطله انا بغيتها تجي عندي دوز عندي العطله ساعه، قالت لي راه عندها واحد التكوين غيدوزوا فيها زلال شويه، صيفطوهم لبني ملال باش يدوزوا التكوين، حيت هي اصلا هي من ديك المنطقه، ما ساكناش هنا في زلال، هي ساكنه في ايت بوليه بالضبط في تيسند. انا كنهضر معاك كانني اب ديالها، ما تنهضرش معاك ماشي، ولكن كاين حتى مشكل ديال التواصل هنايا، راه من الجوج وقعت لاكسيدون، تيقولوا لينا واحد الوقت قالوا لينا ندوزوها لكم، وربما ما عرفتوش هضرت مع واحد خوها علامة الاستفهام، ملي صونا دوزو ليها واحد البنت هضرات معاه اللي هو رشيد اللي هو الاخ ديالها، انا ما هضرتش معايا واحد الوقت شويه، قالوا لك لا راه ما كايناش كاع، راه ما دخلاش كاع للسبيطار، هنا كاين علامة استفهام بزاف، واش جات للسبيطار شويه كاينه شويه ما كايناش شويه، هاك هضروا معاها، ربما راه هضر معاها واحد خوها كما قلت لك رشيد. وتفاجئنا دابا مع العشرة ونص، حيت جا واحد جوج الاموات اللي بقاو تما ما معروفش الهويه ديالهم، صونيت على الجدان اللي جابهم، قال لي ودي غنوصل تما للسبيطار عاد غنصون عليك، ملي وصل هنا مع العشرة ونص ديال الليل صون عليا، قال لي ودي راه البنت راه مات، زعما انا لحد الان مازال ما صدقتش بان راه مات حتى شتا، ولكن شاف عمر ديال البنت عندها 25 سنه، التكوين ديالها اول مره يلاه بدات في هذا العام كتدير التعليم هادشي اللي كاين، وكاين مشكل ديال الطرقان كارثه عظمى، ماشي غير كارثه، راه نقول لك شي حاجه ما كتصدق ما كيصدقهاش البال، الشوافر يعني ديال التكوين تما، المهم كاين مشاكل تما، اش غنقول لك، هذيك البلاد خاصها اعاده النظر في هذيك المنطقه صراحه، هي هذيك انا خرجت منها كاع، خويت هذه البلاد حيت انا ما عندي مع من ندوي، ما عندي مع من نهضر، تما تجي تهضر مع شي واحد يقول لك لا انت بغيتي غير الانتخابات ولا بغيتي، ودي ما بغينا، بغينا غير البلاد تنشا، راه لا يعقل الطريق جهويه، ماشي طريق مسلاك ولا شي حاجه، راه طريق جهويه هذيك، راه ما عندها حزام الاطلس، كتسمى جايه من دمنات من سمرين، وكنت جيتي دابا انت غتشوف داك الشيء راه غتصدم، غتقول لي اش من جهه، هادشي اللي كاين، هادشي اللي نقدر نقول لك، الله يعاونك.